وصل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك للمشاركة في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. واكد معالي رئيس مجلس الشورى اهميه انعقاد المؤتمر واجتماع رؤساء البرلمانات العربيه من اجل مناقشه موضوع الذكاء الاصطناعي وبحث الافكار والمبادرات لوضع رؤيه برلمانيه تؤسس لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي وضمان حمايه حقوق الانسان والمحافظه على خصوصيه الافراد. هذا وتنطلق اعمال المؤتمر يوم غد السبت في العاصمه المصريه القاهره بتنظيم من البرلمان العربي تحت عنوان رؤيه برلمانيه لتحقيق التوظيف الامن للذكاء الاصطناعي